بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. من الركائز المهمة في حياة الأمة ركيزة الطاعة، ونعني بها طاعة الله تبارك وتعالى وطاعة حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وطاعة أولي الأمر من المسلمين إن أطاعوا الله تبارك وتعالى وأطاعوا سيدنا وحبيبنا محمدا صلى الله عليه وسلم. وقد أمرنا الله عز وجل بذلك في كتابه في مواضع كثيرة، منها قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. نطيعه تبارك وتعالى كما أمرنا في كتابه، والقرآن دستور الأمة، فيه العقائد والعبادات والأخلاق والآداب والأحكام والنظم والقيم، فهو دستور الأمة الشامل، فيه النظرة الكبرى والفلسفة العظمى للكون والإنسان والحياة. فنطيع الله تبارك وتعالى في أوامره امتثالا وفي نواهيه اجتنابا، وكذلك نطيع النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، وهي أقواله وأفعاله وتقريراته، ونطيع أولي الأمر ما أطاعوا الله ورسوله. وقد بيّن سيدنا أبو بكر رضي الله عنه هذا المعنى الجليل وهذا المعلم النبيل في خطبته العصماء الغراء عندما ولي أمر المسلمين، وفيها: أطيعوني ما أطعت الله ورسوله فيكم، فإن عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم. ومن هنا نقول إن طاعة أولي الأمر مقيدة بطاعتهم لله وبطاعتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا خلعوا هذه الطاعة من أعناقهم وارتموا على أعتاب الأعداء وخانوا الله ورسوله وخانوا الأمة، فلا طاعة لهم على الأمة، بل ينبغي للأمة أن تخلعهم وأن تبعدهم حتى يتولى أمورها باختيارها من هو أهل لقيادتها، لأن الحاكم في الأمة خادم وأجير.